لكن دعني أقول لك بكل صراحة أنه فعلا توجد أو يوجد كثيرون من الناس الذين يبغضون المسيح، ليس لعمل يعني حسن مثل ما بيقول الإنجيل، لكن يبغضونه بسبب ادعاءاته، بسبب أقواله. فمثلا المسيح، نحن نقول المسيح هو الله الظاهر في الجسد، والمسيح كابن الإنسان قدم نفسه فداء ومات على الصليب، هذا بسبب محبته الكثيرة. فالناس لا تحب أن تسمع مثل هذا الكلام. والشيء الآخر أخ كرومي، عندما نتكلم عن المسيح أو المسيحية في كثير من الأوساط يصطدم أو نصطدم أن في ردة فعل غريبة، لا يريدون أن يسمعوا، مع أنه المسيح لم يفعل شر ولم توجد فيه خطيئة. وحتى هو الذي قال: من منكم يبكتني على خطيئة؟ فنحن أمام المسيح الكامل، فأمام المسيح الكامل إما أن نحبه أو ونقبله أو نرفضه. فأنا أدعوك يا أخ كرومي أن تحب وأن تقبل المسيح. رجائي أن أعقب على هذه الكلمة، حتى أن فرضا أنني لا أتفق معك أن المسيح هو إله، ولكن هذا لا يعني أنني أنصبك العداء. لماذا؟ أنا في جوهر تعاليم المسيحية عندما تغوص فيها تجد فيها أخلاق إنسانية رافعة راقية. فما الذي يجعلني أن أعادي، حتى ولو أنني لا أعترف بهذا، ولكن لا ألزم نفسي أنني أعاديك. لماذا؟ لسبب هو أن تعاليم المسيحية عندما تتعمق فيها وتدرسها لا تجد فيها ما يعيبها ولا ما يشينها ولا ما هو ضد الإنسانية فيها لأي كان. فالمسيحية بمحبتها منفتحة حتى على أعدائها. فما الذي يجعلني أناصب المسيحية أو المسيحيين العادة؟ أنا أفهمك أخي كرومي، أنا أفهمك لأنك أنت باحث ومفكر وتنظر إلى الموضوع من ناحية منطقية، لكن عاوز أقول بكل وضوح يا أخ كرومي، مهم جدا عندما تحب الرب وتقبله، هذا شيء مصيري، هذا ما تحدث عنه الأخ إليا. هنا مش مسألة أنا أحب أو لا أتفق مع شخص، لأن المسيح وضع يعني حدود معينة للشخص الذي يحبه أو يرفضه. فواضح أنك أنت بتحب المسيح ولا تكن العداء للمسيح، لكن أنا أدعوك إلى دعوة أعمق أن تختبر محبة المسيح وأن تلتقي بالمسيح وأن تتوجه ربا ومخلصا وسيدا على حياتك. فعندها ستتغير كل الأمور في حياتك، والمنظور أيضا بيختلف في حياتك. تفضل أخي إليا. شكرا أيها المؤمن، رجائي أن تصلي لي، لأن المسيح لا يمكن أن تعرف بألوهيته إلا بمعونة الروح القدس. أيوة مظبوط. آمين. شكرا، وأنا بشكرك على صراحتك. أصلي لي يا سيدي أن يهبني الله روح القدس. آمين. ويقودني إلى النور. آمين. آمين باسم المسيح. آمين آمين أخ كرومي، أنا بشكرك من كل قلبي. يعني لو كنت أنت جنبي عانقتك وقبلتك يا أخ كرومي، وبحبك حبيبي. شكرا كثير، ربنا يباركك، ربنا يباركك. أي تعليق أخ إليا؟ بسرعة أقول أن كنت لأقبل ما يقدمه الشخص فأنا أبغض. وكلمة أبغض مش معناها أناصبك العداء وأطلق عليك الرصاص، لكن البغضة درجات. لكن المسيح قال: الذي إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. وحفظ الوصايا معناها مش ان انا ارددها، لكن اقبل ما عمله مثل المسيح لاجلي على الصليب. عندما ارفض ولا اخذ المسيح مخلص جاء من السماء فانا ابغضه.